مرحبا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، ونستهلها بالعناوين. موجة حر كبرى بمختلف الجهات اليوم، ومصالح الرصد الجوي تصدر خارطة لليقظة وتؤكد ضرورة ملازمة الحذر. نقص المواد الأساسية في جرجيس وجربة يرجعه بعض المواطنين لارتفاع عدد الوافدين على المنطقة، ومطالب بمضاعفة التزويد لتجاوز الإشكال. تبادل للاتهامات بين أوكرانيا وروسيا بشأن إطلاق القذائف على المجمع النووي بزاباروجيا، مع تكثيف المساعي لحل إشكال تصدير الحبوب من أوكرانيا. البداية إذن بمستجدات الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع حرارة الطقس في تونس بدرجات تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة. وفي الروبورتاج التالي تفسير لهذه الظاهرة. ارتفاع كبير في درجة الحرارة تشهده البلاد منذ يوم أمس، ارتفاع تجاوز في بعض الولايات 45 درجة، وجابهه المواطنون ممن خرجوا اضطرارا بطرق مختلفة. البر مكثور يعمل باراسور مظلة، حاجة مثلا يمشي للبحر يعمل مظلة مثلا. الكهرباء نحل الكليماتيزور باز، معناها من غير الكليماتيزور ما نجمش نمشي. خانة أكثر برشا من العوامة اللي فاتت، أون بليس ما نخرجوش في النهار. نزل عندنا شربة مية بيرد، من صغير نزلت تبدا سخونة، العريض بالعمل ما عادش نجم تلف من السخانة. تبدلت صحيح على العوام اللي فاتت، حتى ما كل عام نحسوا في السخانة تزيد أكثر من قبل. المعهد الوطني للرصد الجوي حذر من هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة. موجة الحر هذه مازالت متواصلة اليوم وغدوة، كما قلنا معناها الفارق برابور المعدلات نحكي ولا درجة الحرارة القصوى باش تتجاوز بين 7 و12 درجة برابور للمعدلات العادية للفترة هذه. شوفوا مليح معناها كيفاش درجات الحرارة هنا على تونس العاصمة، على شيرة القيروان ولا حتى على جنوب الغرب، يلاحظوا لدرجة الحرارة حتى في مستوى 47 درجة، 45-46 درجة في شيرة القيروان وسيدي بوزيد، وكذلك تونس العاصمة والشمال الغربي. هذا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي لم يقتصر فقط على تونس بل على عدة بلدان في العالم أسبابه متعددة. الأرقام تبين بأنه في دول العالم سواء كان في المناطق الباردة أو المناطق المعتدلة أو المتوسطة أو الحارة، فإن الحرارة هي في ارتفاع مستمر، بأن ما نعيشه اليوم هو في الحقيقة ما عرفته الكرة الأرضية من احتباس منذ الحرب العالمية الثانية، لأن هنالك تأخير الحرارة لا تستجيب إلا بعد 50 أو 60 سنة. معنى ذلك أنه من هنا إلى 50 سنة أخرى يجب أن نتخيل ارتفاع الحرارة بالنسبة لما هي عليه اليوم. كما قلنا هي في البداية طبيعية ويظهر أنها طبيعية، ونحن نتحدث عن المخاطر الطبيعية، ولكن وقتها رجعت معاش طبيعية وقت الأرقام تعدات المعدل اللي يلزم تتحمله الأرض، وهذا بدأ يظهر قلت لك في بلدان العالم الكل خاصة منذ الحرب العالمية الثانية، يعني منذ أن استفحل الإنسان في استعمال ما يسمى بالوقود الأحفوري. وقد تؤدي هذه التغيرات المناخية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة إلى عدة نتائج من شأنها التأثير سلبا على الطبيعة، من حيث أن الفصول ستتغير ومعدلات الحرارة سترتفع ومياه البحر ستتمدد، يعني سترتفع. بالقرب من السواحل مثلا العديد من الفلاحين يقول لك المياه متاعنا أصبحت متملحة. علاش؟ لأن ماء البحر قاعد يندس دون أن نراه في باطن الأرض، وقاعد هو الذي قاعد يظهر بالمائدة الجوفية. تواتر الفيضانات، هكذا الفيضانات تظهر لنا نحن عملية ربما طبيعية، هي تواتر تلك الأعاصير هي نتيجة الإخلالات اللي قاعدة تصير شيئا فشيئا في الكرة الأرضية. وأكد محدثنا أنه من أبرز الحلول للحد جزئيا من تأثيرات هذه التغيرات المناخية التي تشهدها تونس والعالم هو اتباع خيار الطاقة النظيفة والمتجددة على غرار الطاقة الشمسية. إذن يواجه العالم ككل ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة الأرض، ويؤكد الخبراء أن مسؤولية البشرية عن ظاهرة الاحتباس الحراري لا لبس فيها، خاصة وأن التأثير البشري في النظام المناخي كان واضحا خلال السنوات العشر الأخيرة. ما يشهده العالم اليوم من اشتداد حدة موجات الحرارة وزيادة تواترها في جميع دول العالم وخاصة أوروبا أدى إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري الناتج عن التلوث وانبعاثات الغازات السامة.
هذه العوامل المناخية وموجات الحر العاتية ساهمت في اندلاع عشرات الحرائق التي يواجه المختصون صعوبة إخمادها في عدة بلدان أبرزها فرنسا وإسبانيا والبرتغال. وقد سجلت درجات حرارة قياسية في هذه البلدان ما أدى إلى مئات الوفيات. بريطانيا هي الأخرى سجلت رقما قياسيا لأعلى درجة حرارة في تاريخها على الإطلاق أمس الثلاثاء وفقا للأرصاد الجوية. وقد فسر الخبراء ذلك بالاحترار العالمي الذي ساهم في ازدياد درجة الحرارة السطحية المتوسطة في العالم مع زيادة ثاني أكسيد الكربون وبعض الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة العالمية تتفاقم ظاهرة الجفاف مع تزايد مخاطر حرائق الغابات، وقد تسبب ارتفاع الحرارة في احتراق آلاف الهكتارات من الغابات في فرنسا وإسبانيا، كما أن ظاهرة الاحتباس الحراري تزيد أيضا من احتمالية الهجرة المناخية مع هروب الناس وحتى الحيوانات من المناطق شديدة الحرارة بحيث لا يمكنهم العيش فيها. تردي الوضع المناخي وتصاعد موجات الحر العاتية الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري واتساع ثقب الأوزون وانخفاض معدلات الأمطار عن مستوياتها المعتادة مؤشرات تدق ناقوس الخطر، وصفها علماء في عالم المناخ بالخطيرة والمفزعة داعين إلى ضرورة البحث عن مخارج لإنقاذ البيئة والمناخ، وإلا فإن الأوضاع ستزداد سوءاً، فأي منفذ ومخرج لوضع بيئي عالمي ومناخي مختنق؟ تشهد الوجهة السياحية سوسة المنستير إقبالا هاما من السياح، حيث ارتفعت مؤشرات السياحة وتجاوزت المؤشرات سنة 2019 للفترة ذاتها. إشغال بالنزل بسوسة والقنطاوي انتعاشة بعد انكماش شهدته السوق السياحية بسبب جائحة كورونا على حد تعبير أهل القطاع. حسب الحجوزات الاوليه ما كانش فما امل كبير اللي باش يكون موسم كبير، لكن عندنا تطمينات من وكلاء الاسفار وعندنا برشا علاقات اللي كانت تقول اللي نحن باش يكون موسم ناجح نظرا للحجوزات نتاع الطيران. عندنا طاقه الايواء توصلنا طاقه الاستيعاب نتاعنا 100%. ديجا فما ارتفاع ملحوظ دو لوكوباسيون بارابور 2021، وهذا ما ينجم يكون كان معناها حافز لنا احنا باش نزيدوا نطوروا ونحسنوا في الجوده نتاع المنتوج نتاعنا. وحاليا توا النزل طاقه الاستيعاب نتاعو 100%. وفي معناها جميع الجنسيات. سوسة كانت وجهة سياحية جذابة للأسواق الكلاسيكية على غرار السوق الفرنسية والسوق الألمانية والبريطانية والإيطالية. أنا من بولندا. الأجواء احتفالية ورائعة، الشواطئ جميلة والعاملون في النزل محترفون ورائعون وحرارة الشمس مرتفعة جدا. إنها المرة الثانية التي أزور فيها تونس. الجو رائع والطبيعة هنا ممتازة، خاصة النخيل والشمس والقائمون على النزل ودودون وطيبون. تونس رائعة وأنا سعيدة بالتواجد معكم. والاطمئنان وحسن الخدمات والوجهة الأولى. يعني أنا إذا أصحاب القرار يسمعوني ذوكا ناحي الحدود تونس والجزائر بلد واحد. توافد حوالي 63,000 سائح على الجهة السياحية سوسة القنطاوي أقاموا بمؤسسات الإيواء السياحي مقابل 59,000 في السنة المرجعية 2019، أي بنسبة زيادة تقدر ب 6.5%. وإلى جانب أن المؤشرات ومتابعتنا للحجوزات على مختلف معناها مؤسسات الإيواء السياحي أن الحجوزات مستمرة إلى نهاية شهر أوت، وكذلك أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، إن شاء الله يكون يعني موسم الخريف موسم واعد. وبعودة السياح لبلادنا وتطور مؤشرات القطاع ترتفع عائدته، خاصة وأن القطاع السياحي يسهم بنحو 14% من الناتج الداخلي المحلي ويوفر نحو 400,000 فرصة عمل. في موضوع آخر، إشكال المخابز وعدم توفر الخبز يتجدد هذه الأيام في جربة وفي جرجيس. كاميرا الأخبار ترصد أسباب نقص الخبز وتنقل معاناة المستهلك في الحصول عليه.
في معتمدية جرجيس وجزيرة جربة توابير طويلة أمام المخابز تستمر منذ فترة طويلة لما تشهد هذه المناطق نقصا في التزود بالمواد الأساسية وخاصة مادة الفرينة، ما جعل هؤلاء المواطنين يطالبون بإيجاد حلول جذرية لهذا الإشكال المتجدد كل صيف وخاصة خلال هذا العام. فعلا هو مشكلة، ما أنا أخذت عليه الخبز، أنا وقت يجي أنت الصباح شد الصف حتى الأحداث ما يشتغل الخبز ما نعرفوش، نقص فرينة وإلا ما أنا من ما تلاقي لك وش الخبز بعد 10 الأحداث ما عادش تلقى حتى خبز. الخبز والخبز اللي كان توزن في 220 جرام ولا توزن في 130 جرام. تزود بالمواد الأساسية مقابل ارتفاع غير مسبوق لأعداد القاطنين في معتمدية جرجيس وجزيرة جربة خلال هذه الصيفة بعودة أبنائها المقيمين بالخارج ومن مختلف المدن الداخلية، إلى جانب ما تشهده السياحة الداخلية والعربية من ازدهار في هذه الفترة، ما جعل الجهات المعنية الرسمية كذلك تقر بهذا الإشكال ويطالب الاتحاد الصناعة والتجارة بالجزيرة بمضاعفة التزويد بهذه المناطق. وإحنا كاتحاد صناعة وتجارة كنا علمنا الإدارة منذ بداية السنة من شهر جانفي وإحنا نبعث في المراسلات لإعلامهم، واللي قلقنا أنه نلقوا الإدارة تعطي في مغالطات وتعطي معطيات غالطة وتحكي على أساس أنه مادة الفرينة مثلا على سبيل المثال متوفرة في جميع المحلات بالكميات الكافية، اللي هو مش صحيح. راهو كي نتحدثوا على معناها الكميات الكافية راهو ما يسزي جميع اللي يتحركوا في جزيرة جربة خاصة في فصل الصيف باعتبار هذيك هي مرحلة الذروة. احنا ملي انطلق الموسم السياحي برمجت الإدارة الجهوية للتجارة برنامج خاص بالمنطقة السياحية في جرجيس وفي جربة. خاص أولا في مواد التزويد الأساسية اللي هي تهم مثلا الخبز والسكر هذوما، ثم برنامج خاص انطلقنا في تطبيقه قبل بداية الموسم. أولا ضعفنا ومن بعد المضاعفة مشينا إلى طلبات الخصوصية، معناها وقت يطلب مزود كمية خاصة نعطيه كمية خاصة، وهذا في حدود طبعا الكميات اللي تم تزويد الجهة بها احنا نتصرفوا. ما تشهده جزيرة جربة خاصة ومعتمدية جرجيس من إشكالات على مستوى التزود ليس رهين هذا العام بحسب المختصين، ما يتطلب الاستعداد المبكر في الفترة القادمة لموسم صيفي قادم في هذا الشأن. أعلنت الإدارة العامة للديوان في بلاغ لها أن مصالحها أحبطت محاولات تهريب 14.45 كيلوغراما من مادة الكوكايين المخدرة بميناء جرجيس عبر سيارة كانت قادمة من فرنسا. وذكرت الديوان أنه في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة عبر المعابر الحدودية البحرية وعلى إثر عمل استعلاماتي لمصالح إدارتها العامة، كشف عن اعتزام أحد الأشخاص إدخال كمية من المواد المخدرة عبر أحد الموانئ التونسية. تم تكليف فريق عمل تابع لمختلف مصالح المراقبة الديوانية بالقيام بمتابعة المعلومة. وجاء في البلاغ أيضا أن السيارة المشبوهة قدمت إلى ميناء جرجيس من ميناء مرسيليا وكانت تحمل ترقيما أجنبيا ويقودها تونسي مقيم بالخارج، وقد أخضعت إلى التفتيش الدقيق وتم العثور داخلها على 14 صفيحة من مادة الكوكايين المخدرة مخفية بإحكام تحت محول السرعة. وأفاد السائق بالتحري معه بأنه كان سيقوم بتسليم السيارة إلى أحد الأشخاص المقيمين بإحدى مدن الجنوب ليتم إثر القيام بالتحريات الأولية ضبط هويته، وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض ووقع إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات. في أخبار العالم، وبعد مباحثات جمعتهما أمس الثلاثاء في برلين، الرئيس الفلسطيني يتهم الكيان الإسرائيلي بارتكام محارقة في حق الفلسطينيين، والمستشار الألماني يندد بهذه التصريحات. 3 مصابين بالرصاص الحي و39 معتقلا بينهم أسرى محررون قريبا أوقعتهم في صفوف الفلسطينيين قوات الاحتلال الغاصب في أعقاب حملة اقتحامات ومداهمات
لا تكاد تهدأ منذ شهور نفذها جيش المحتل بمخيم بلاطة بنابلس وبيت لحم وجنين ورام الله ومخيم نور شمس بطول كرم بالضفة الغربية. وضع المصابين الثلاثة صحي مستقر وفق وكالة الأنباء الفلسطينية التي وضحت أن قوات الغاشم اقتحمت البارحة وفجر اليوم المخيمين والمدن المذكورة وحصرت بعض منازلها ودهمتها وفتشت محتوياتها ونفذت اعتقالات قاربت 40 هنا وهناك. وفي حادثة متصلة سياسية كتب المستشار الألماني أولاف تشولتس على حسابه في تويتر أن أي محاولة إضفاء طابع نسبي على المحرقة التي يعتبرها الألمان متفردة غير محتملة ولا مقبولة لديهم، مؤكدا استياءه من تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال المؤتمر الصحفي المشترك بينهما الثلاثاء. شولتس الذي قالت المعارضة الألمانية إنه كان عليه مطالبة الرئيس الفلسطيني بمغادرة ديوان المستشارية بعد تصريحاته، وصف تصريحات الرئيس الفلسطيني بالمشينة على ضوء موقفه من محتواها، إذ صرح الرئيس الفلسطيني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء جمعه بالمستشار الألماني تباحث في إحياء مسار السلام، قال إن الكيان الغاصب ارتكب 50 محرقة في حق الفلسطينيين، مضيفا 50 مجزرة 50 هولوكوستا، لافتا إلى صمت القوى العظمى والعالم إزاء جرائم المحتل اليهود التي ارتكبها الألمان إبان الحرب العالمية الثانية. وعن مستجدات العمليات العسكرية في أوكرانيا، أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن اجتماع ثلاثي مرتقب غدا في أوكرانيا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالرئيسين الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والتركي رجب طيب أردوغان لبحث مسألة محطة زاباروشيا النووية ومسألة اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. في أحدث التطورات والمخاوف بشأن محطة زاباروجيا النووية وأيضا ملف تصدير الحبوب الأوكرانية، اجتماع مرتقب غدا الخميس في لافيف في أوكرانيا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلنسكي والتركي رجب طيب أردوغان. الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاري قال أن الاجتماع ستتم فيه مناقشة كيفية مراجعة الاتفاق الدولي الذي يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا وقضايا أخرى، ومن بينها مسألة محطة زاباروجيا النووية التي دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوات الروسية الانسحاب منها، مشددا على المخاطر التي يشكلها وجودها على سلامة الموقع. دوجاري كان قد أكد أمس في رده على اتهامات روسيا للمنظمة الأمم المتحدة بعرقلة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد أن المنظمة لديها القدرات اللوجستية والأمنية اللازمة لدعم زيارة مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيا إذا وافقت روسيا وأوكرانيا بعد أن تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف المنطقة. أما وزارة الدفاع الروسية فعلقت في بيان على المحادثات الهاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وقالت أنها دارت حول شروط التشغيل الآمن لمحطة زاباروجيا النووية. لا يبدو أن هذه التحركات كافية كما يراها الرئيس الأوكراني، فقد حذر العالم المتساهل من اتخاذ إجراءات رادعة من خسارة أمام الإرهابيين واستسلام للابتزاز النووي على حد وصفه. وكانت روسيا قد سيطرت على محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوائل مارس خلال غزوها لأوكرانيا، ما جعل المعارك تقترب من محيطها وما ترك تبادل الاتهامات والجدل قائما بين الطرفين. واقع مرعب بين استجداء أوكراني وتعنت روسي ورد فعل دولي لا يرقى لمشكلة عنوانها معارك وتحيل على الريان بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة جمعتهما مساء أمس ضمن الأسبوع الثالث من دوري النجوم القطري لكرة القدم، وسجل يوسف أيمن وخالد محمد صالح هدفي تحيل أمام هدف الريان الوحيد فتحقق عبر يوهان بولي. وفي البطولة الأمريكية المحترفة لكرة القدم، تغلب المتصدر نادي لوس أنجلوس على دي سي يونايتد بهدف دون رد في لقاء أقيم بينهما ضمن منافسات المجموعة الغربية، وهدف المقابلة الوحيد سجله الغاني كوادو أبوكو.
تأهل الروسي دانيال ميدفيديف المصنف أول عالميا للدور ثمن النهائي من بطولة سينسيناتي الأمريكية لأساتذة التنس إثر انتصاره على الهولندي بوتيش زاندشلوب بنتيجة مجموعتين دون رد. دانيال ميدفيديف سيباري في الدور الثالث الفائز في المباراة التي ستجمع الأمريكي تومي بول بالكندي دينيس شابولافالوف. بهذا إذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، نذكركم بأبرز عناوينها. موجة حر كبرى بمختلف الجهات اليوم، ومصالح الرصد الجوي تصدر خريطة لليقظة وتؤكد ضرورة ملازمة الحذر. نقص المواد الأساسية في جرجيس وجربة يرجعه بعض المواطنين إلى ارتفاع عدد الوافدين على المنطقة ومطالب بمضاعفة التزويد لتجاوز الإشكال. تبادل للاتهامات بين أوكرانيا وروسيا بشأن إطلاق القذائف على المجمع النووي زاباروجيا مع تكثيف المساعي لحل إشكال تصدير الحبوب من أوكرانيا. في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.